مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفينا ومتابعتكم هي احلى واهم حاجه عندنا على بي ان سي فود. حلقتنا النهارده حلقه هيبقى محتواها كله وصفات فطار ممكن نعملها في الويك اند لو احنا قاعدين وعندنا وقت، ممكن نعملها في البيت، كلها خفيفه ولطيفه وسريعه وسهله وجميله جدا جدا جدا. اول وصفه معانا النهارده هتكون وصفه دريم. وصفه دريم هتكون بانكيك القهوه. الناس اللي بتحب كده تصحى على قهوة الصبح زي حالاتي هيحبوا الوصفة دي جدا، لأن هي منها فطار ومنها حاجة حلوة برضو تدينا طاقة كده على الصبح، ومنها في نفس الوقت قهوة، ففيها كل الحاجات اللي بنحبها. وصفتنا التانية هتكون جارز كده أو برطمانات لطيفة جدا، رمان بالزبادي بما أننا في موسم الرمان نستغله. وعندنا كمان وصفة جميلة، دي بقى تنفع عشاء تنفع سناك تنفع فطار، كسادية التركي والشدر. وعندنا وصفة عملية جدا اسمها عجة التلاجة، وهي من اسمها كده عجة التلاجة. يعني ايه؟ يعني اي شوية بيض في التلاجة على اي شوية بواقي في التلاجة، بواقي جبن بواقي خضار بواقي لحوم، كل ده هنجمعه في وصفة واحدة وهننفذه مع بعض. وانا فعلا ده اللي عملته بالظبط، انا خليت الاعداد امبارح وكلمتهم قلت لهم شوفوا لي التلاجة بتلاجة القناة باقي فيها ايه، فاتصلوا قالوا لي والله احنا عندنا 1 2 3 4، فقلت لهم تمام انا هعمل الوصفة ب1 2 3 4 اللي انتوا قلتوهم. ف ده بالظبط اللي احنا عملناه وانتوا هتطبقوه في بيوتكم، وهنشوف مع بعض الوصفه ازاي. اول حاجه نبدا ببانكيك القهوه او القهوه مع دريم. وعلشان نعملها هنحتاج خليط البانكيك من دريم، وهنحتاج عليه 600 ملي حليب، معلقتين كبار قهوه سريعه الذوبان، ممكن يزيدوا او يقلوا على حسب ذوقنا، ممكن نكون احنا بنحب القهوه طعمها جامد قوي فنزود، ممكن عايزين طعمها هنت كده خفيفه فنقلل. صوص كراميل، وهنزينها بشويه كريم شانتي وشويه بندق مجروش، منها فطار منها حلو منها قهوه تصحصحنا كده الصبح. ويلا نبدا شغله، والموضوع طبعا بسيط جدا زي كل وصفات دريم. الموضوع في المرونه خالص. عندي هنا بوله، وفي البوله هضيف اللبن 600 ملي، وهنجيب خليط البانكيك او البانكيك ميكس بيكون مكتوب عليه التعليمات بتاعه الاستخدام، وبيكون معاه التالي، بيكون معاه صوص شوكولاته اهو، علبه صوص شوكولاته لطيفه اهي، فهنقدمها معاه. وبيكون الحاجة التانية اللي في العلبة الخليط الجاف، هنفتح الباك ونصبه على 600 ملي حليب. مش بنحتاج نضيف اي حاجة في الدنيا، بس كده ده كل اللي مطلوب ان احنا نعمله. قبل ما اقلب انا هعمل حاجه، هجيب كده طاستين حلوين تيفال يكونوا ما بيلزقوش، احطهم على النار يدفوا كده او يسخنوا قبل ما انا اقلب واجهز اموري عشان اجي ابقى جاهزه اشتغل على طول. بمضرب سلك، مش لازم حتى مضرب كهرباء ولا اي حاجه من الكلام ده، هنبدا نقلب. وطبعا احنا لحد دلوقتي بنعمل ايه؟ بانكيك بس، عشان نديها نكهه القهوه سريعه الذوبان هنحط القهوه سريعه الذوبان، وهنبدا نقلب. تقليب لحد ما الخليط بتاعنا يبقى ناعم تماما. اللي حابب يعمله في الخلاط اوكي، اللي حابب يعمله في الكبه برضو اوكي، اللي حابب يعمله بمضرب كهرباء اوكي، بس هو الصراحه مضرب سلك بيأدي الغرض وزياده. بس خلاص ده كل اللي احنا عايزينه. القهوه دابت طبعا على طول، ريحه العجينه بقت قهوه، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. هنيجي هنا على الطاسات بتاعتنا هنعمل ايه؟ دهنه زبده في كل طاسه، بولة زبدة كده جنبينا، وبالفرشة السيليكون بندهن
الطاسة، ممكن طبعا تدهنوا زيت لو عايزين، مفيش اي مشكلة. ودهنة زيها كده هنا. بس زي الفل. وهنيجي بالخليط اللي احنا عملناه ونبدأ نصب. هجيب الطاسة بتاعتي هنا وياخد قد مغرفة. وصب بس كده. ونرجع على النار. نفس الحاجة هنعملها هنا. هي العجينة بتخلي البانكيك تاخد شكل دائري من غير ما انا احتاج ابذل مجهود في الموضوع. محتاجة بقى اعلي النار شوية، انا كنت مخليها هادية خالص. وهنا كمان. يلا بينا وهنتابعها. هي هتقول لنا هي جاهزة تتقلب امتى. بنلاقي الاطراف على طول بدأت تفصل، فبنبقى عارفين ان هي جاهزة. تدخل كده سباتشولا تحتيها بالهداوة، تقلبها تستوي من الناحية التانية. وعيننا طبعا معاها نار متوسطة مش نار عالية قوي علشان العجينة تلحق تستوي بهداوة، ما تبقاش البانكيك خدت لون لكن من جوه لسه ملبدة ومعجنة. ونفس الكلام ينطبق على العين دي برضو، هوطيها شوية. مين معنا على التليفون؟ ايات معنا على التليفون. يا ايات اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ايات؟ كويس الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بيكي. واموريني يا حبيبتي. عايزه اعرف طريقه بلح الشام والبيتزا. بلح الشام والبيتزا من عيني الاثنين يا حبيبتي، تأمريني. البيتزا اقولها لك حالا، وبلح الشام اقوله لك كمان شويه. البيتزا حبيبتي 3 كوبايات دقيق، بنضيف لهم 3 معالق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون، معلقتين صغيرين خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، وبنعجنهم بمية دافية. نسيبهم يختمروا لحد ما العجينة تتضاعف في الحجم. بعد كده بنفردها في الصينية ونسيبها بقى تختمر حبة كمان ربع ساعة ولا حاجة. ونحط لها بقى الصلصة والجبن والتوبينجز وكل حاجة انت عايزاها نفسك فيها على الوش، وتدخليها الفرن عدل، فرن سخن جدا جدا جدا. نشوف كده ايه الاخبار. لسه البانكيك لسه محتاجة شوية وقت علشان نقدر نقلبها على الناحية التانية. طول ما هي بتستوي هنلاقي ان هي بتعمل كده زي فتحات هواء على الوش، دي علامة ان العجينة بتستوي وان احنا امورنا تمام. بس برضو هنلاقي ان احنا لما بنيجي ننزل كده السباتشل عشان نقلبها لسه طرية شوية، فمدام لسه طرية شوية بنصبر عليها حبة وبنديها وقت تتماسك من الاطراف عشان نعرف نقلبها من غير ما نشوه شكلها. اعتقد مفيش ابسط من كده يا جماعه. شويه صوص كراميل هنضيفه عليها وشويه مكسرات. المكسرات دي تنفع نستغنى عنها وتنفع تكون اي حاجه، ينفع تكون فول سوداني مثلا، مش هيقول لا. بصوا بدات اهي، اقدر كده ادخل السباتشولا واقلب بالشكل ده. شايفين اللون جميل ازاي؟ ده بالظبط اللي عايزين نشوفه. وهنعمل نفس الحاجه هنا. الله الله تجنن. الفرن فصل فبنعيد ايه ادارته تاني. بس وكده هي بتستوي على الناحيتين. اجهز طبق عشان اطلع عليه كل البانكيكس اللي هعملها دلوقتي، والموضوع كده ايه خلص. ما عندناش حاجه تانية نعملها غير ان احنا نقدمها. فا ايه رايكم نطلع فصل؟ يلا عبال ما انا اكمل بقى كميه البانكيك اللي عندي، او اعمل شويه كمان يكفونا بقى للوصفه كلها. ايه رايكم تطلعوا فاصل صغير جدا ولما ترجعوا منه نكمل حلقتنا مع بعض؟ مستنياكم.
ورجعنا من الفاصل وعملنا ايه؟ وانا في الفاصل ما عملتش اي حاجه غير ان انا قعدت اسوي شويه بانكيكس جميل لطاف، ما خدوش مني اي حاجه واموري ماشيه زي الفل. ايه دي اخر واحده، لونها تحفه، لونها لون القهوه، وهاجي دلوقتي اقدم الطبق معاكم. فانا سايبه كده البانكيكس هنا تبرد شويه. عندي صوص الشوكولاته اللي جه مع الباكت اللي شفناه مع بعض مع ميكس البانكيك من دريم. انا هاخد الصوص ده كله واحطه في بوله كده في وسط طبق التقديم. نقدمه معاهم عشان اللي عايز صوص شوكولاته يضيف براحته. ناخد الباقي كله. ريحتها بندق زي النوتيلا كده، حلوه قوي. بس كده تمام. شويه بندق عليها والبانكيكس اللي عملناها هنبدأ نوزعها كده داير ما يدور. وهنعمل ايه؟ هنديها صوص كراميل على الوش زي ما احنا عايزين، وطبعا اللي مش عايز مش هيضيف، بس هو اكيد هيكون احلى يعني. وهاجي بكيس حلواني وشوية كريم شانتيه مضروبين، هحط لها برضو شوية كريمة برضو هتخليها أحلى وأحلى. افتح يا كيس، افتح. ايه بلبلة احنا نحب شكلها، مش تفرق خالص. وكريم شانتيه مضروب، هناخد كيس كده جوه كيس، انتوا عارفين انا بحب الطريقه دي للنظافه وللسهوله. هنيجي هنا ورده بس كده على كل واحده بانكيك. وشوية البندق اللي عندنا هنا هنوزعهم على الوش. حلو بس كده. فطار على حلو ينفع حاجات كتير الحقيقة، يعني أنا ده ممكن أكله حلو عادي جداً. وهو في ناس بتحب الفطار المسكر، فده بالنسبة لهم هيبقى حاجة لطيفة جدا، مع طبعا إضافة القهوة اللي احنا عاملينها الموضوع بقى لطيف. فخدنا النهاردة البانكيك ميكس من دريم، ادينا له برضو شخصية تانية ونكهة تانية وفكرة جديدة بموضوع القهوة اللي ضفناها، فبقت النتيجة جميلة كده. أعتقد يعني طبق فطار محترم، ناخده نقدمه هناك او كده، ايه نزقه قدام شويه ونشوف مقادير وصفتنا الثانيه. بس قبل ما نعمل كده نكلم نهى. يا نهى اهلا وسهلا. خط قطع فصل يا نهى، كلمينا تاني واهلا وسهلا بيكي حبيبتي.
نشوف مع بعض وصفتنا التانية ايه. وصفتنا التانية هي حلو بقى صحي تماما، عكس اللي احنا عملناه. احنا دلوقتي عملنا حلو مسكر ممكن يكون فيه شوية كالوريز، دلوقتي هنعمل على العكس، حاجة صحية تماما مناسبة جدا للناس اللي عندها حساسية دقيق، حساسية عيش، حساسية لا البان، لا ما ينفعش البان، لان عندنا موز، عندنا زبادي اسفه. فهو المهم انه عملي جدا وحلو جدا ومناسب جدا لان احنا في موسم الرمان. تعالوا نشوف المقادير ايه معانا. برطمانات الرمان بالزبادي، هنحتاج كوبايتين زبادي وكوبايتين رمان حب، نص كوبايه عسل، ونص كوبايه عصير برتقان. العسل ممكن يتزاد او يتنقص على حسب درجه الحلاوه اللي احنا بنحبها، مفيش ادنى مشكله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخلط الزبادي ايه دي الزبادي كله. عايزين تجيبوا زبادي وتصفوها من المية، ممكن بيخليه احلى بصراحة. تصفوه في ميه، يعني تحطوه في مصفى ليله بينزل كل ميته ويفضل الزبادي التقيل بس، فبيبقى رائع. وعندنا عسل، وشويه عصير برتقال. الكلام الجميل ده كله عايزين نقلبه مع بعض، بس يفضل بمضرب سلك عشان هيخليه يمتزج احسن بكتير. تقدروا تحطوا بشر برتقان لو عايزين. بس كده زي الفل. اتخلط تماما العسل مع عصير البرتقان مع الزبادي، وهنجيب برطمانات من اللي بنقدم فيها الحلويات، ونجيب بورد كده نشتغل عليها عشان لو نقطنا او اي حاجة ما يبقاش فيه مشكلة. والزبادي هنا والرمان هنا، كل حاجتنا جاهزة. نرص الكوبايات الحلوه دي او البرطمانات الحلوه دي، ممكن يبقوا اكبر من كده على حسب انتوا بتاخدوا قد ايه او حجم الوجبه بتاعتكم قد ايه. وانا حاسه ان انا ممكن احط هنا يبقى عملي اكتر. واكلم شروق وانا بشتغل. يا شروق اهلا وسهلا. شروق ازيك يا شروق؟ الحمد لله كويس. اخبارك يا حبيبتي؟ كويس كله تمام. تمام. وأمريني يا حبيبتي. عايزة أعرف طريقة البيتزا بالفراخ. طريقة إيه؟ البيتزا بالفراخ. بيتزا بالفراخ، من عيني يا حبيبتي. حاضر وأهلا وسهلا بيكي. شكرا ليكي يا حبيبتي، نورتيني. أنا بحط إيه دلوقتي؟ خليط الزبادي اللي إحنا حطيناه حطيته في كوباية عيارية عشان ده هيكون أسهل ليا كتير في إن أنا أصب في الكاسات. وهعمل إيه؟ هصب في كل كاس شوية. واحنا بنصب نكلم نسمة. يا نسمة اهلا وسهلا. فصل يا نسمة، كلمينا تاني حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. في كل الكوبايات. وبعد كده هناخد الرمان. وهنا بنفس الطريقة. طبعا تقدروا تحطوا اي فاكهة تانية انتوا عايزينها، ممكن تحطوا برتقال، ممكن تحطوا فراولة، كيوي، خوخ، عادي اي فاكهة ينفع معها اللي احنا بنعمله ده. مش بالضرورة ابدا رمان، بس احنا في الموسم بتاعه فليه لأ.
هنحط زبادي تاني نملى بقى الكب خالص من عيني نملى بقى تماما بس ولو فاضل شوية زبادي كده وزعوهم على كل الكوبايات متسيبوش حاجة هو المقدار ده كوبايتين زبادي على كوبايتين رمان بيظبط بالظبط فدايما خلوا كميات متساويه ممكن هنا كمان شويه بس وعلى الوش للتزيين كده شويه حبه رمان عشان بس ايه يأكد على الشكل الجميل اللون المبهج بتاعه ده حرام ما يبانش فطار صحي خفيف سريع مفيش احلى من كده لو احنا طبعا الرمان عندنا جاهز من الاول مفروض خلاص الموضوع ما ياخدش معانا ثواني في التحضير وثواني في التجهيز انا بحب اعمل ايه بحب احط كده ورقة اي حاجة خضراء في الجنب فعندي ريحان ينفع نعناع ينفع اي حاجة خضرة انتوا بتحبوها تنفع وكده نبقى جهزنا تاني فكرة للفطار النهاردة كاسات الرمان بالزبادي والبرتقان جميلة سريعة صحية وسهلة جدا في التنفيذ زي ما انتوا شايفين وشكلها مبهج يعني لو انا عزم حد على الفطار حتى اعملها كده شكلها يفرح فوصفات بسيطة بذلنا فيها شوية جهد بس بسيط جدا في التقديم هتدينا نتيجة ممتازة أتمنى يا رب إن هي تكون بتفيدكم إيه رأيكم نطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع نشوف وصفتنا الثالثة مع بعض النهاردة إيه مستنياكم ورجعنا من الفاصل وهنعمل ايه دلوقتي هنعمل مع بعض عجة التلاجة اللي زي ما قلت لكم هي بواقي التلاجة جمعوها مع شوية بيض وشوية دقيق وملح وفلفل اسود بقت اكلة واكلة حلوة كمان تعالوا نشوف اللي عندنا هنا ايه انا زي ما قلت لكم كده انا عندي بيض عندي شوية دقيق عندي شوية زيت نباتي وزبدة والبواقي اللي انا لقيتها لقيت شوية عصاج كان باقي من حلقة شيف نونة اهو بستخدمه وعندي شوية جزر شوية طماطم شوية فلفل بصل أخضر وشوية جبن باقية كانت من حلقتي موتزاريلا على شدر إيه اللي موجود عندكم يمشي ما عندناش أي اعتراض يعني ده فعلا فعلا العصاج اللي باقي من حلقة نونة فأنا هو خدته وبستخدمه وبقول لها ميرسي يا نونة على العصاج شكله حلو وريحته تجنن هبدأ دلوقتي أعمل الخلطة بتاعتي سريعا كده تشويحة سريعة على النار عايزة شوية زبدة إيه؟ جميل جميل جدا يلا بينا شوية زبدة ومع الزبدة على طول هحط البصل الأخضر والجزر يبدأوا تشويح وحديهم رشة ملح ورشة فلفل معلقتي يلا تشويحة كده الصغيرة دي بتفرق جدا في طعم العجة
معاهم الفلفل الالوان، فلفل رومي، اي فلفل تلاقوه. تشويحه كده سريعه، وعلى طول هحط معاهم الطماطم، وهحط معاهم العصاج، بس ده الحقيقه كتير قوي فانا مش هستخدمه كله. بس ده كفايه قوي. اها حبه كمان يعني عشان نبقى توصينا، كفايه قوي. كل الخلطه دي هتاخد دلوقتي بيض هتكون وهمية. نقلب بس كويس جدا، نطمن ان العصاج بتاعنا دخل في كل الخضار وتقلبه مع بعض عشان تبقى خلطة واحدة. ودي خلطة هتلاحظوا انها اكتر من البيض، يعني انا متعمدة ان الخضار خدنا لقينا شوية من ده وشوية من ده وشوية من ده على شوية من ده، خلاص يبقى حلو، يدينا كمية خضار كده لطيفة ومعاهم البيض، ما يبقاش البيض هو اللي اكتر عشان ما حدش حس انه بيفطر، يعني يحس انه هو بياكل اكلة. دول على النار مع بعض، هنسيبهم في حالهم ونيجي نجهز خلطة البيض. نشيل الحاجات الفاضية كلها، وهنجيب بولة هنحط في البولة بتاعتنا كل البيض، شوية الدقيق، ممكن نضيف شوية لبن لو موجود، لو مش موجود خلاص ما فيش أي مشكلة. هبدأ أقلب. ممكن تجيبولي شويه لبن، بتبقى احلى العجه باللبن. هيجيبولي شويه لبن اهو كمان نضيفه عليها. عايزين نضيف ملح للبيض وفلفل اسود. وهيجي البيض دلوقتي كمان يظبط لنا الدنيا اكتر، هيخليها كريمي اكتر وطريه اكتر. اثناء ما انا بعمل اللي انا بعمله ده، انا سايبه فرني بيسخن، الرف هنا مش في النص فانا عايزه ارفعه في النص. دايما يا شباب احطوا لي رف الفرن في النص، ان هو استثناء بنحتاج غير كده. وسايبين الفرن على درجة حرارة عالية بيسخن. الخلطة بتاعتنا هنا حصل فيها ايه؟ الله الله، الطماطم نزلت ميتها، الخضار اتشوح، كل امورنا ماشية تمام جدا 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 جدا. خلطتنا ريحتها تحفة، عصاج نونة ريحته بصراحة وهمي، مع شوية اضافات الخضار البسيطة اللي حطيناها الدنيا ظبطت جدا. والشباب جابولي هنا لبن، هنضيف اللبن ونقلب، هيخلي القوام احلى كمان. زي الفل. ودلوقتي جاهزين نحضر طبق العجه. هنعمل ايه؟ طبق بايركس، مش محتاجين ندهنه اي حاجه لان احنا عندنا هنا زبده وفي البيض اهو. للاطمئنان هنحط شويه زيت. مين يا حبيبتي؟ اسماء معانا على التليفون. يا اسماء اهلا وسهلا. يا اسماء انا بزغزغ ولا ايه؟ ايه يا بسمه؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت كويسه؟ الحمد لله. يا رب دايما يا حبيبتي. بحب حضرتك قوي. وانا بحبك اكتر يا حبيبه قلبي. انا عايزه اتكلم حضرتك. مين؟ ماشي، انا عايزه اكلمها كمان. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازاي حضرتك، عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله. جمال قوي والله يا حبيبتي. انت اللي جميله، انت اللي جميله. انا بحبكم قوي كلكم. انت اللي جميله يا حبيبتي، وربنا يخليكي كلك ذوق. والله انت جمال، وربنا يديكم الصحه والعافيه، وبحبكم كلكم. تسلمي لي يا حبيبتي. وشيف نونه وكلكم بحبكم قوي. تسلمي لي يا حبيبتي. يوصل يا حبيبه قلبي، ونورتينا وشرفتينا، اهلا وسهلا بيكي، وشكرا على تليفونك الجميل. نورت، بتنورونا يا جماعه بتليفوناتكم، وشكرا جدا ليكم. تقليبه كمان للبيض.
انا شايفين حطيت كل خلطتي هنا. نقدر نحطه في طبق اوسع بس انا الصراحه بحب العجه التخينه. وهاجي اضيف كل خلطه البيض على الوش. وابدا كده ايه اوزع لو في حاجه مش متوزعه، بس احنا امورنا زي الفل. وفاضل عندنا حاجة كمان، شوية الجبن اللي على الوش، شوية رومي على شوية شيدر بواقي على شوية موتزاريلا، هنحطهم نوزعهم على الوش واحنا بنكلم مين يا بنات؟ منال معانا على التليفون. يا منال اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا شيف سارة؟ ازاي حضرتك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا مدام منال، منورانا يا حبيبتي. ربنا يخليك. معلش يا شيف سارة، أموريني. انا عندي سمك تعبين اللي هو الرفيع ده. تمام. بس من غير رز. من غير الراس ولازم تسلخيه، مسلوخ ولا هتسلخيه؟ لا سمك عبين، لا مش عايزاه مقلي، عايزاه زي صينيه كده من غير راس. هتعملي له بالظبط بالظبط كانك اتعاملي معاه معامله الصياديه، هتشوحيه. أيوة. بالدقيق يعني اقليه؟ هتقليه خفيفه قوي، تعفريه بشويه دقيق ويا دوب تشويحه كده في الزيت، تمام؟ وتشيليه وتقومي عامله بصله بتومه بكزبره ببقدونس كمان ببصل اخضر بفلفل رومي بطماطم بقى مبشوره بشويه صلصه ببهارات سمك، او يعني ممكن لو ما عندكيش بهارات سمك كمون على كزبره على جنزبيل على شمر، الحاجات دي كلها حلوه جدا. رشه حبهان، ورقتين لورا، وتسيبي كل ده يتسبك. بعد كده ترصيه في صينيه تغطيه بالصلصه دي وتدخليهم الفرن مع بعض، يطلع معاكي طاجن جميل جدا جدا وبالهنا والشفا حبيبتي. وشكرا جزيلا على اتصالك. الصينيه التحفه بتاعتنا العجه الجميله دي اللي احنا عملناها من البواقي هندخلها الفرن، ونفس بقى المبدا، البيض بالدقيق بشويه اللبن بالملح بالفلفل، واي بواقي عندكم في الثلاجه يلم لكم بواقي اي حاجه، شويه الخضار اللي في الاخر دول اللي انتوا عارفين ان هم لو ما تعملوش في اكله النهارده هيبوظوا لموهم فيه، شويه اللانشون اللي نشفوا في الثلاجه والولاد مش راضيين يعملوا بيهم ساندوتش حطوهم، واحدتين سوسيس فاضلين، تمام، فراخ عملناها مثلا مسلوقه وفضل مننا حته نسلوها وحطوها جواه، شويه عصاج زي ما انا عملت النهارده، اي حاجه في الدنيا هتنفع معاه. لحد ما العجه بتاعتنا تستوي تعالوا نشوف عندنا ايه كمان. عندنا كسادية التركي والشيدر، ساندوتش جميل جدا، ينفع عشاء، ينفع سناك، ينفع الحقيقه مع شويه سلطه وبطاطس بقى غدا من وجهه نظري يعني. فتعالوا نشوف مكوناته ايه. هنحتاج خبز مكسيكي اللي هو تورتيا، ما عندناش تورتيا او مش متوفر الرقاق الطري بيأدي الغرض تماما، تركي مدخن، اي نوع لانشون تاني ينفع، اي فراخ، اي نفس الكلام العجه ينطبق عليه، اي حاجه عندكم تنفع، شيدر صفراء مبشوره، وطماطم شرايح يا ريت تكون جامده علشان احنا هنحطها في الساندوتش فما تنزلش ميه تبوشه، وريحان فريش، وزيتون اسود. عايزين نعمل كده خلطه ميكس من الجبنه ادي الجبنه، وعايزين ناخد شويه التركي المدخن دول نقطعهم اي تقطيعه بقى في الدنيا. نعمل الخلطه ونطلع الفصل. نعمل الخلطه ونحشي واحد ونطلع الفصل. تسلم يا محمد، يلا بينا. ادي الجبنه الشيدر حطيناها، والتركي هاخده كله كده فوق بعضه رصه واحده. وبالسكينه تقطيع عشوائي خالص، ما تشغلوش بالكو اصلا باي حاجة يعني، بس مجرد ان احنا نصغره عشان يتخلط في الحشوة بتاعتنا، لكن لا هيفرق معانا شكله ايه ولا محنتفين ولا اي حاجة. وهناخد التركي المدخن كله كده على الجبنة المبشورة، عليهم الزيتون، شايفة كده كفاية، وعليهم شوية ورق ريحان، خدهم كده نبرمهم نرفهم
بس كده سكينه بارده ايه على الاخر. بس يعني ادينا اهو بنمشي حل ونضيف. تعرفوا السكينه بارده منين؟ بصوا تشرط الورقه ما تقطعهاش. لما تشوفوا المنظر ده يبقى سكينتكم محتاجه تتسن، لان هي مش المفروض تشرط كده، المفروض تنزل تقطع الورقه دي ورقه. يعني لو مش قادره تقطع ورقه يبقى اكيد سكينه بارده جدا. وتقليبه لكل الكلام الجميل ده مع بعضه. وهنعمل ايه؟ نحشي واحد معاكم قبل ما نطلع الفاصل عشان برضو تبقوا شفتوا الحشي ازاي. هنعمل كده، هناخد شريحة من العيش هنفردها كده قدامنا، وناخد حبة من الحشوة. الأول نحط كام شريحة طماطم، وناخد حبة من الحشوة نوزعها من عيني بالشكل ده، وهناخد الطرف التاني ده ونضغط كده نقفل الكسادية بتاعتنا، ونيجي بيها على ايه؟ على الشواية. خليكوا ضغطين كده شوية وبس وسيبوها. ونعمل واحدة تانية وواحدة تالتة وواحدة رابعة لحد ما كمية الحشوة بتاعتنا تخلص. أنا هعمل ده في الفاصل عبال ما ترجعولي نكمل حلقتنا مع بعض، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل. وبنعمل ايه دلوقتي؟ الكسادية احنا بعد ما تنيناها كده حطيناها على الشواية على الناحيتين، وده طبعا بيخلي الجبنة اللي جواها تسيح، كل النكهات تمتزج وتطلع معانا بالمنظر الوهمي ده. انا محضرة لها هنا صينية طبعا قرمشة العلامات الغامقة اللي انتوا شايفينها على العيش دي، دي من علامات الكسادية الحلوة اللي كل حاجة جواها مقرمشة وجميلة، والعيش مش بايش من الحشوة بتاعتها، فارمشوها كويس بتبقى جميلة جدا 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 وتنفع بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا شايفة ان هي مش ضرورة ابدا تكون فطار، هي تنفع لحاجات كتيرة جدا، تنفع سناك، تنفع غدا، تنفع عشاء، وتنفع طبعا فطار. الله الله. شكلها يجنن ويجوع. كده شكرا جزيلا، بقى عندنا طبق كسادية محترم يأكل من الحبايب كتير. واحنا مقدمين معاه شوية زيتون وشوية شرايح طماطم، والأمور بسيطة خالص. تعالوا بقى كده ايه نقدم كل حاجتنا. احنا هنروح هناك خالص. طيب خلونا كده بسرعة نروق الدنيا هنا، نشيل كل اللي ملوش لازمة. وطبعا مش ناسيين ان العجة في على النار او في الفرن بتستوي، ريحتها بدأت تطلع وشم ريحة كل حاجة. الله الله، هوريكوا دلوقتي حتة منظر. محمد انت تسيبك من اي حاجة وتيجي تشوف الكارثة اللي في الفرن. ننظف بس مكاننا. بصوا المنظر،
شوية عجة ما يستهلوش غير بقكو. يعني دي نتيجة شوية بواقي في التلاجة عندنا. أنا هلفها عشان الناحية التانية تاخد نفس اللون الأحمر. الفرن واضح إن إيه فيه مشكلة توزيع حرارة، فنلف كده عشان تتوزع بالتساوي. ونجيب بورد الكسادية الجميلة دي، يلا احنا هنختم اهو. نجيبها هنا. يبقى النهاردة احنا عملنا ايه؟ النهاردة عندنا وصفة حلو مميزة جدا جدا جدا، وهي حلو على فطار. انا اسفة انا ما كنتش اخده بالي. حلو على فطار، وهي بانكيك دريم اللي اديناها النهاردة طعم القهوة، فبقت بطعم قهوة بدل ما كانت طعم الفانيليا اللي ممكن نكون جربناه كذا مرة وعايزين نغير منه. قدمنا معاها صوص الشوكولاتة اللي بيجي مع البوكس، قدمنا معاها شوية صوص كراميل، وقدمنا معاها شوية بندق مجروش. والشكل مش محتاج أتكلم عنه كتير، أنا كل اللي هعمله بحب دايما قبل التقديم كده أقوم جاية مديها إيه؟ شوية صوص كراميل تاني، عشان لو كانت شربت اللي أنا حطيته في الأول تاخد حبة كمان. بس بيخلي شكلها عظيم وطعمها أعظم. وعندنا الاختيار صحي أكتر، هيكون عندنا حبوب الرمان اللي قدمناها في كوبايات أو برطمانات مع الزبادي اللي بالعسل. إيه هو؟ الرمان قدمناه مع صوص الزبادي اللي بالعسل والبرتقال. نقدر نبدل الرمان بأي فاكهة تانية، بس احنا طبعا في موسم الرمان دلوقتي، فأنصح ان احنا نجربها بالرمان، هتلاقوها جميلة جدا جدا. عملنا كمان كسادية التركي اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي برضو، بشرايح طماطم بشوية زيتون بشوية ريحان، والنتيجة عظيمة. تنفع عشاء، تنفع غدا مع شوية بطاطس وسلطة، تنفع الولاد ياخدوها معاهم المدرسة، تنفع حاجات كتير الصراحة. وفي جميع الحالات هي جميلة جدا جدا جدا. عملنا كمان عجة التلاجة، وعجة التلاجة المبدأ منها ان احنا عندنا شوية بيض وعندنا شوية دقيق ورشة ملح ورشة فلفل اسود وشوية لبن، وهنلم اي بواقي في التلاجة، اي خضار قطعناه وما استخدمناهوش، اي بصل، اي حاجة باقية عندنا خلاص على وشك ان هي تدبل، ناخد كل الكلام ده مع بواقي لانشون مع بواقي جبن، حتى الجبن اللي نشفت يا جماعة بتسيح فيها وبتبقى زي الفل. ناخد كل الكلام ده ونعمل بيه عجة محترمة زي دي، تنفع عشا وتنفع غدا برضو من وجهة نظري، معاها سلطة وشوية بطاطس تدينا غدا محترم جدا. دي كانت وصفتنا النهارده وسفرتنا النهارده واكلاتنا النهارده. في رايي ان هي تنفع تبقى متعدده الاستخدامات. البانكيك اللي احنا قلنا ان هي للفطار ينفع كمان تكون حلو، الكسديه اللي احنا قلنا ان هي للفطار تنفع تكون غدا وتنفع تكون عشاء وتنفع تكون سناك. الرمان ممكن يكون سناك صحي لحد عامل دايت بس يقلل العسل الابيض، يقلله جدا عن كده. العجه في وجهه نظري تنفع غدا تنفع عشاء، تنفع طبق جانبي، تنفع حاجات كتيره جدا. اتمنى ان الحلقه تكون فادتكم، اتمنى ان الحلقه تكون اضافت لكم، وباذن الله هشوفكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ بكره. كنت معاكم ساره عبد السلام، اسيبكم في رعايه الله لحد ما نشوف بكره بعض تاني، ومع السلامه.